مميزات مهنه التمريض هي يعني يكفي الاجر اللي عند ربنا، يكفي ان الواحد بيبقى مبسوط انه عمل حاجه للعيان، الراتب بتاعها برضه كويس. مهنه التمريض مهنه انسانيه، دي اولا، دي اول حاجه، دي مهنه انسانيه طبعا، مهنه مقدسه، مهنه حلوه، يعني تعتبر زي حاجه ايه، حاجه قيمه، لان الناس بتموت وهم اللي بينقذوهم. اي حادث بيحصل هم بيتصدوا ليه. التمريض لما يكون عارف هو بيعمل ايه، ده بيوفر على الدكتور، بيوفر على العيان نفسه مشقه كبيره جدا. المهنه ليها عيوب كتير، ان انت في اعياد ما فيش، يعني ما بتبقاش واخده حقك في بيتك ولا اي حاجه. احنا بنيجي الشيفت بتاعنا ممكن نطبق على غفله، ممكن نشتغل، لا يعني ملوش مواعيد، كمهنه ملهاش مواعيد، احنا 24 ساعه. هم عددهم قليل، والفلو بتاع البيشنس اللي هو كميه العيانين اللي بتخش لك كبيره، بيبقى عليهم ضغط جامد جدا 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 من المواطن ومن المديرين بتاعهم. عيوبها مشاكل الناس والتعامل مع الجمهور، جايين متعصبين، جاي فاكر ان هو محدش هيسعفه، جاي فاكر ان المستشفى اللي هو لوحده، بس احنا بنمتص غضبهم، وهو ده دورنا وهو ده واجبنا. من وجهة نظري ندعمه ازاي، ان احنا يعني نشجع التمريض مثلا بكل درجة علمية يبقى لها مقابل، نرفع من بدل العدوى، نشجعهم يبقى مثلا ليهم مصايف، ليهم يعني احنا مثلا ما بنخش اجازات سنويه زي المدارس والتربيه والتعليم والاجازات دي، احنا بنشتغل طول السنه. ندي الممرض حقه او الممرضه حقها كسالري، كفلوس يعني، وكامكانيات، ككل حاجه يعني. ندعمهم نفسيا، دراسيا، نهتم ان هم نديهم كورسات في التنميه الذاتيه، نهتم بالرواتب بتاعتهم. نوفر لهم مساعدين، ما يبقاش مثلا هو واحد تمريض واحد مسؤول عن 20 حاله، فاهماني؟ لان طبيعي يعني ات ذا اند لازم هيحصل ايرور، لانه في الاول وفي الاخر عقل بشري يعني. لازم النقابه بتاعتهم تقف في ظهرهم اكتر من كده. لازم المواطن العادي يحترمهم اكتر من كده. لازم المستشفى تقدرهم اكتر من كده.